زينب، رح ننتقل لتاريخ اليوم اللي هو 2 تشرين الثاني، هو اليوم العالمي للتوعية بقضايا العنف. اليوم رح يتضمن حديثنا بمساحتنا الاجتماعية عن العنف وأسبابه وطرق التوعية وقدرتنا على تنشئة أطفالنا بتربية بعيدة كل البعد عن العنف والتعنيف، مع الخبيرة الاجتماعية مريم العيسى. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك حبيبتي، اهلا وسهلا فيكم. صباحك. يسعد صباحك يا مريم. يعني عم نحكي عن موضوع كثير صرنا عم نقرا، خلينا نقول على مواقع التواصل الاجتماعي ونسمعه كمان، كثير زايد العنف وخاصة على الأطفال. ما بنعرف شو هي الأسباب، بس أولا خلينا نشرح ما هو العنف والتعنيف. تمام. هلا مبدئيا العنف اي شيء بيأذينا نفسيا، جسديا، روحيا، معنويا، اي شيء بيسبب لنا هذا الاذى واللي بيترك اثر فينا فهو هذا عنف، كيف ما كان باختلاف شداته. يعني هو احيانا في عنف كثير بيكون قوي وعنف غير مرئي احيانا، وهو المشكله بالغير مرئي انه بيكون اثره اقوى، بمعنى اللي هو احيانا الاهمال هو واحد من اشكال العنف. يعني انا لما يتم اهمال، بالذات الاطفال لما بيتم اهمالهم باي شكل من الاشكال، التعليمي، الروحي، الابوي، كل هي الاهمالات هي نوع من انواع العنف بتترك اثر، وهذا الاثر لانه مو ضرب على الجسم ما بيترك علامه، فما كثير ببين مع الوقت بعدين. نعم، يعني مثل ما ذكرتي مريم، للعنف انواع، ما ضروري يكون العنف باليد او عن طريق الضرب، ولكن احيانا الاذى النفسي هو تعنيف بحد ذاته. طبعا مثل ما بنعرف كثير عندنا من الحالات الاجتماعيه، او خلينا نحكيها بشكل خاص بين قوسين، وهو التفكك الاسري. طبعا. التفكك الاسري دائما سواء كان في انفصال من احد الطرفين او في خلاف وهن عايشين بنفس البيت، المشكله الاطفال هي مثل ما بيقولوا بياكلوها. يعني طبعا قديش مهم انه خلافاتنا الشخصيه بين ازواجنا، الازواج بين بعض، ما كثير يخلوا الطفل ينزج فيها او يزجوا طفلهم فيها. شوفي غالي، اليوم الوعي وصل لنقطه انه العالم ادركت هذا الموضوع، ادركت اهميته، انه نحن ما لازم يصير الشجار او الخلافات قدام الاولاد. بس النقطه الاهم خلينا نذكرها هون، اللي عم بتصير انه اللي عم بيخلي احيانا اسباب العنف بين الازواج هو عنف متوارث، يعني هن تم تعنيفهم سابقا او تم عندهم حاجات نفسيه، عندهم قصص معينه عم بتخليهم يعنفوا بعض ككبار. انا ما بيجي العنف من فراغ، ما بيجي لانه انا جاي على بالي عنفك، ما بيجي لانه هو في له اسباب، مثل ما حكينا من شوي الاسباب غير المرئيه اللي ما بتنشاف. فبوصل لنقطه انا بيصير هذا التعنيف بيني وبين شريك الحياه اللي بيؤدي انه الطفل بيشوفه والطفل بيلاحظ من سكناتنا، من حركاتنا، من تصرفاتنا، بيلقط بالذات اكثر شيء الام، لانه بيضل علاقته بالام موصوله خلينا نقول طاقيا، اذا ما بدنا نقول على مستوى الجسد، لعمر 12 13 سنه. فاي شيء بياثر عليها سلبا ولا ايجابا بياثر على الطفل. يعني الام زعلت، ما مو شايف، يعني هو مو شايفه، زعلت، متضايقه، مزعوجه داخليا، يتم نقل هذا الشعور للطفل. صح. لكن الناس ما، لانه غير مرئي فما كثير بتلاحظه، فانبسطت نفس الشيء. فمو ضروري انا بس لازم اكون مو قدامهم، انا معلش اتخانق انا وياك بالغرفه الثانيه، لا، لانه الشعور كمان بيتم نقله. فانا يفضل اني حل المشكله مو اني انا بس داريه، يعني مو بس ان انا اتخانق انا وياك بالغرفه الثانيه، اكيد لا، اني انا اروح ادور على حل للمشكله. نعم، يعني مثل ما عم نحكي خلفيات اجتماعيه ممكن تكون عم تسبب هذا العنف ضد الاطفال. كمان العنف ما مثل ما قلتي بالبدايه ما ممكن له جسدي، في منه لفظي. تمام. وهذا اللي بياثر نفسيا على الطفل مستقبلا، يعني بتاثر على كل حياته، بضل عنده ندبه او جرح بنفسيته او ضعفه الشخصيه. اليوم قد ايه مهم مراعاه، يعني نحن بنعرف في ظروف حياه قاسيه وضاغطه، لكن كمان بالمقابل في معامله خاصه للاطفال، فكيف أكيد. اليوم الاهل فيهم يوازنوا بين هدول الامور؟ شوفي دائما اجتني يعني تجي استشارات كثير، غالبا بترجع الى جذر المشكله، بتلاقي المشكله بالطفوله، بتلاقي المشكله من ابي وامي، ستات كبار ورجال كبار، امي وابي عملوا كذا، امي ساوت كذا، امي تركتني شهر، امي تركتني يوم، ابي عمل لي كذا. الاهل اليوم ما عندهم الوعي انه ايش، شو انا حكيت له هالكلمه شو بتاثر، عم تترك اثر لرجال كبار عندهم اولاد. اليوم عم تيجي استشارات بانه انا حكوا هي الكلمه وانا منسيتها،
امي تركتنا يوم وانا امي قالت انا بدي اتركهم وامشي وانا منسيت الموضوع. انا صح. لليوم عندي رعبه من هذا الكلام يلي هذا كله عنف وبيتم كتمه. فالاهالي بيستسهلوا وبيستصغروا المشكله انه ايه خلص مشكله صارت فنحن يعني شو حيصير شو حتترك اثر. انت بداخلك شوف شو الاشياء اللي متروكه جواتك تجاه هاي السلوكيات اللي كانت تتم من الاهل، رح تعرف قديش اثرها قوي. فما نستهين لا بكلمه يعني شو حتعمل. صحيح. لا بتصرف لا بسلوك، ولا ننسى كمان التعنيف اللي عم بيتم بالمدارس او بالاطفال باقرانهم يعني بين بعضهم. كيف رد فعلي انا لما بيجي ابني معنف شو بعمل؟ كل هاي القصص نحن لازم نغطيها لحتى نقدر الموضوع نقدر انه نراعي هدول الاطفال ويطلعوا شوي بشكل سوي. هدول الرجال اللي عمل لك عنهم او السيدات اللي عم يجوا استشارات ما كانوا اطفال. صحيح. وتعرضوا لهذا الموضوع. في كتير استشارات انا ما بنساها. بالمقابل ما بنسى دور التوعيه اللي لما بتجي ست بتقول لي انا سمعت او قلتي لي 1 2 3 انا نفذت مع ابني ونجحت. حلو. معناها احيانا كلمه بتنقذ وبتساعد طبعا. فما نستهين لا ببرنامج توعوي لا بمحاضره لا بندوه، هذا كله بيساعد يعني. حلوه النتائج المثمره، يمكن طبعا. انت كمان بتحسي فيها مثل ما العائله بتحس أكيد فيها. في موضوع حكينا عنه هو التراكمات، يمكن التراكمات هي حصيله احيانا بتكون ايجابيه واحيانا بتكون سلبيه، لكن احنا بضمن موضوعنا او النطاق اللي عم نحكي فيه هيدي التراكمات جدا بدها تكون سلبيه نتيجه العنف. قديش مهم من دير بالنا من هيدي التراكمات. مثل ما بيقولوا اي حدا بيفرغ غضبه او بيبدي غضبه فهو افضل ما يكبته او صحيح. افضل ما يحمله. مثل الزوج وقت كمان يحكي مع زوجته زينب كلمه ما انا بتجرح احيانا فهي بتغبها كرمال ما تخلق مشكله، ليش ما بتروح بتقول له اياها؟ كان بيلغوا كثير مشاكل. قديش مهم التراكمات نحن نلغيها. شوفي حبيبتي الكبت هو عنف داخلي والغضب هو عنف خارجي، يعني هو عنف هون وعنف هون. يعني احنا ما حكينا كمان عن موضوع العنف اللي هو العنف النفسي، العنف الذاتي بمعنى انه انا بعنف نفسي كمان، هذا نوع من انواع العنف. حكيتي عن موضوع التراكمات. احيانا لما حكينا بالبدايه عن موضوع شده العنف، شده العنف نحن بنقصد فيه احيانا موقف شديد ترك اثر، ما في داعي انه يكون هذا الموقف اصلا متراكم، هو ترك هذا الاثر وما عاد محاه، ما عاد في شيء مسحه. قد تكون شدة العنف هون والتراكمات. طبعا التراكمات مثل ما حكينا كبت كبت كبت، وهذا الكبت ابدا ما نحل. اكيد نحن بنلجأ دائما للحوار، لكن اول نقطة بنحكيها بالحوار، واهم نقطة انه هو حوار تويز، يعني انا عم بحكي وانت عم تحكي، مو حوار انا بحكي لك يعني عندي، مو فضفضة يعني. فحتى مفهوم الحوار شوي غامض. فطبعا اكيد نحن مع الحديث، مع اني ما اترك شيء بداخلي، لانه اذا مفكره انه انا ما بدي اذي ابني فانا عم باذي نفسي، واذا اذيت نفسي فانا عم باذي ابني بالتالي، فهي دائره ما بتنتهي. فانا دائما لازم يكون في عندي شوي شوي نوع من الوعي تجاه انه انا امتى بحكي وكيف بحكي وشو الشيء اللي لازم احكيه، ولازم يكون باوانه. طالما ليش بيقولوا دائما الستات بس يحكوا مشكله بينكتوا كل المشاكل الماضيه؟ لا. ليه؟ لانه دائما كل المشاكل الماضيه ما انحكى فيها وما انشرح، ومثل ما بيقولوا ما ارتاحوا منها، ضلت موجوده، والا ما بترجع بتظهر وقت المشكله. فاكيد لازم نحكي ونعبر عن انفسنا. مريم يعني خلينا نحكي شوي، يعني العنف ما انه مقتصر على سن معين، لا صغر وحتى بمرحله المراهقه اللي هي المرحله الاساسيه للتاسيس الشخصيه لبعدين. احيانا بيكون في تنمر من قبل الاهالي حتى على الاولاد. تمام. في مسخره بطريقه غير مباشره. صحيح. في مقارنه ايضا مع غيرهم من الاولاد، هذا الشيء عم يعمل ندبات نفسيه ايضا عم تؤدي لضياع الطفل او ضياع مستقبله، او حتى ممكن انه حقد على اهله او كرهه ملاقيه موجوده وخاصه بسن المراهقه. خلينا كمان نحكي عن هذا السن الحساس. هذا السن لانه الطفل هون بيكون او المراهق او اليافع خلينا نسميه بمسمى ايجابي، بيكون عم يثبت ذاته، بيكون عم بيلاقي هويته، بيكون بده يعرف هو مين، عم يتعرف على نفسه، طلع من الطفولة وبده يتجه باتجاه الشباب، فهو بده يتعرف على نفسه انا مين انا كذا. الاهالي ما عندهم هذا التقبل، الاهالي دائما تبريرهم سواء كانوا عم يتنمروا، سواء كانوا عم بيقارنوا، سواء كانوا عم يضربوا، عم بيعنفوا بأي نوع من أشكال التعنيف، تبريرهم الدائم إنه نحن من محبتنا، وهذا الشيء ابدا ما انه صحيح. مو تحت شعار المحبه انا بسلك اي سلوك. صحيح. كيف ما صار، لانه انا بحبه لابني وبخاف مصلح وبعرف مصلحته. وهي المصطلح كمان في مشكله انه لا مو بالضروره انا اكون بعرف مصلحه ابني. صحيح. انا المفروض اني اسال واستشير واخذ واعطي و اليوم الاطفال وبالذات المراهقين. ليه؟ لانه مع الطفل انا
ما عاد اكل قتله واسكت. فانا كبرت شوي صار في عندي صوت، في عندي كلام ممكن احكي. فلما بلش طلع من تحت سيطره الخوف غالبا بيقلب على الاشخاص اللي كانوا مصدر خوفه، فكتير بيتمرد. يعني الاشخاص اللي بيكونوا معنفين وهن صغار كتير ومحصورين بدائره معينه وهن اطفال، لما كبروا شوي بطلوا يخافوا، بطلت خاف انا لما انت بتهدديني، بطلت خاف لما بتضربيني. فوين بينقلبوا؟ بينقلبوا على مصدر خوفهم اللي هن الاهالي. فهون بتلاقيهم ما تمردوا شوي، لا اتطرفوا بالتمرد. يعني اللي هون الاولاد اللي عم نحكي عنهم او المراهقين اللي عم نحكي عنهم اللي بيروحوا باتجاه المخدرات، صحيح، باتجاه الجرائم، باتجاه التطرف بالعنف، بيكونوا كتير معنفين. فهي مثل ما حكينا دائره. يعني انا يا بدي اقول على هذا الموضوع، وبدي اقول على انه مو كلمة يعني بسيطة، أنا حكيت كلمة هي كتير مهمة. تجينا ناس من كلمة معلمة فيهم إلى 20 سنة، صحيح، مو قدرانين يطلعوا من الكلمة، مو قدرانين يطلعوا من الموقف، مو قدرانين يطلعوا حسب كمان ارتباطهم. ما هو كل ما كان ارتباطهم قوي بأهلهم، صحيح، أثرت الكلام. يمكن في كلمة كمان كتير أحيانا بتضايق الأشخاص، إنه يا الله شو حساس. إيه لا أكيد حساس، أكيد كل حدا فينا خلينا نقول سليم نفسيا فهو عنده شعور وبيحس. حتى الأشخاص اللي بتحسيها شوي عنده ردود نفسية كمان بتحس، ما في حدا فينا ما بيحس هيك. أكيد سبحان طبعا. الله، نصائح أخيرة منك مريم لك اللي عم بيتابعنا، وايضا خاصه بين قوسين الاب والام يلي هن عم بيربوا جيل. الاب والام اولا يلي بيراقبوا نفسهم وبيلاقوا نفسهم عم يتصرفوا او يسلكوا اي سلوك فيه تعنيف تجاه اطفالهم، فبدهم يعرفوا المشكله عندهم اولا. هذا اول شيء، انا ليش عم عنف ابني؟ لا عم مثل ما حكينا من شوي عم ربيه عم كذا، لا مو عم ربيه، انا عم عنف ابني، انا عندي مشكله بدي حل هاي المشكلة. لازم يكون عندي وعي بهذا الموضوع. أنا عندي مشكلة عم تخلي إسقاطي وسلوكي مع ابني عنيف، فبحل المشكلة. مثل ما حكينا دور التوعية أحيانا بنستهين نحن فيه، لكن كتير مهم. كتير أشخاص غيرت حياتهم من كلمة سمعوها، من توجيه سمعوه، فكتير مهم. شغلة تانية، خلينا نسمي يوم اللاعنف، خلينا نسمي يوم اللطف، لانه نحن بنتبرمج بالكلام وبالصور. فنحن كل الصور اللي بتدعو للعنف هي عنيفه، وكل الكلام اللي بدعو وكلمه لعنف هي عنيفه. فنحن خلينا نتوجه باتجاه البرمجه الايجابيه، بمعنى انه نحن نحكي مثل ما قلت، خلينا نسميه يوم اللطف بدل ما نقول يوم اللعنف. حلو. ومثل ما قلتي مريم، يمكن الكلمة الحلوة مفتاح طبعا لأي شيء، أو خاصة الأهل مع أولادهم بالكلمة الحلوة بيجي دائما الطفل. ودائما نقول للأهالي في خطرة فيها بين القسوة والتربية، طبعا بده يكون في توازن ووعي، تراحم تماما بين الأهل. نحن بنشكرك يا مريم على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها لليوم. حبيبتي أهلا وسهلا. شكرا لك وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا يا حب.